اليوم رح نعمل وصفة اقتصادية شتوية، ملسوعة أو رز معدس. وصفة سهلة، يلا نعملها مع بعض. بطنجرة على النار بنضيف كوب عدس مغسول على لترين من المي السخنة. بنتخلص من الريم، وخمس دقايق لما تتفتح حبة العدس. بنضيف نص كوب رز مصري مغسول، ملح، كاري، كمون وكزبرة، وعلى نار متوسطة مع التحريك من فترة لفترة حتى ما تلسع بقاع الطنجرة. وغطى الطنجرة بيكون مكشوف شوي من الجنب. وهيك وصلنا للقوام المطلوب بعد 30 دقيقة. بمقلة على النار بنحمر شرحات البصل بزيت الزيتون. بنرفع قسم من البصل المحمر وبنتركه على جنب، وباقي البصل بزيت الزيتون بنطشه على الطبخة. بنقلب قلبتين وهيك جهزت طبختنا. البصل المحمر، الخبز المحمص، وبرشة سماق بنزين الوجه. وهيك خلصت وصفتنا، وصفة شهية أتمنى تجربوها. وصحتين وألف عافية.